أغلب أسباب العقم عند الرجال هي بسبب دوالي الخصية، فحوالي النسبة قد تصل إلى 50% من الرجال مصابون بدوالي الخصية، والدوالي تسبب انخفاض في مستويات هرمون الذكورة وتسبب ضعف الانتصاب والعجز الجنسي. ودوالي الخصية هي انتفاخ الأوردة الموجودة داخل كيس الصفن، وتمنع هذه الدوالي من تدفق الدم نحو الخصيتين، وكما هو معروف فالخصيتين هما المسؤولتين عن إنتاج هرمون التستوستيرون وعن إنتاج الحيوانات المنوية. عندما تشعر بهذه الأعراض فتأكد من أنك تعاني من دوالي الخصية، وتتمثل هذه الأعراض في أولا الانزعاج عند النوم على الظهر، ثانيا توسع وثقل ملحوظ في الخصيتين وكيس الصفن، ثالثا عدم الراحة طوال اليوم. بسبب الصمامات غير الصالحة يتجمع الدم في الأوردة، مما يسمح للخصية بأن تصبح لينة مع مرور الوقت، ويتجمع الدم الناتج عن الأوردة ويؤثر على نوعية الحيوانات المنوية. وهناك تأثير آخر، وهو تغيير درجة حرارة الخصية، مما يؤثر على عروق الخصيتين المسؤولة عن تبريد الدم في شريان الخصية. وإذا لم يتدفق الدم إلى الخصيتين تصبح درجة حرارة الخصية مرتفعة جدا، ويؤثر هذا على عدد الحيوانات المنوية. علاج دوالي الخصية بالأعشاب يعتبر علاج بديل وليس أساسي، كما أن الأعشاب تعتبر علاج لتضخم الأوردة في العموم. فطرق علاج دوالي الخصية بالأعشاب متعددة، ومن فوائد الأعشاب أنها تساعد على تنشيط الدورة الدموية ووصولها إلى الخصية، وتحسين صحة الأنسجة لحماية الحيوانات المنوية. وأهم هذه الأعشاب أولاً عشبة كستناء الحصان، ثانياً عشبة مكنسة الجزار، ثالثاً عشبة البرسيم الحلو. يتم إجراء عملية جراحية تعرف باسم قطع الكلية الدوالية، وهذه العملية تتم تحت تخدير موضعي أو كلي، وتساعد على تحسين تدفق الدم إلى الخصية. بعدها ترجع مستويات هرمون التستوستيرون إلى المستويات الطبيعية. في البداية عليك أن تعلم أن العلاجات الطبيعية يمكن أن تساعد في حل المشكلة، ولكنها علاجات مكملة وليست بديلة، ولا يمكن الاستغناء عن الحلول الجراحية. ونبدأ أولا بالابتعاد عن استنشاق وتنفس المواد السامة مثل عوادم السيارات وأبخرة المصانع والمواد الكيميائية، حيث يساعد هذا على منع تعرض الحيوانات المنوية إلى السموم. ثانيا ارتداء ملابس مريحة وداعمة للدوالي مثل سراويل الملاكمين، والتي تسمح بتنظيم درجة الحرارة لصحة الحيوانات المنوية. ثالثا تناول الأطعمة التي ترفع وتزيد من عملية الخصوبة مثل الأطعمة التي تحتوي على فيتامين سي مثل البرتقال والكيوي، وهذا يحسن من صحة الحيوانات المنوية. رابعا تناول الأطعمة التي تحتوي على مواد مضادة للأكسدة مثل الفلفل والتوت والأوراق الخضراء. خامسا تناول الأطعمة التي تحتوي على حمض الفوليك، وهو موجود في البقوليات والخضروات، ويجب الحصول على 400 ميكروغرام كحد أدنى منه على الإفطار يوميا. سادسا تناول ما يكفي من الزنك الموجود في المحار. سابعا زيت السمك أو الأوميجا 3 مهم جدا، ويساعد على تحسين صحة الحيوانات المنوية، وهو أحد الأحماض الدهنية المهمة لصحة الحيوانات المنوية. وفي نهاية حلقتنا نتمنى لك دوام الصحة والعافية، ولا تنسى الاشتراك بالقناة والإعجاب بالحلقة وترك رأيك في التعليقات.